الخليل والبحر، قصص منذ فجر التاريخ ولن تنتهي أبداً. فالصياد يتوارث حبه للبحر والصيد والنورس، كما يتوارث ثقافته الجينية من آبائه. جاسم البلوشي أحد الوجوه العمانية التي عرفت المد والجزر، سكون البحر وعواصفه والصيد الوفير وندرته. خاض منذ صغره تجارب أكسبته خبرة عميقة ببحر عمان. معه سنبحر الآن كي نعرف تفاصيل جزء من يومه. دائما نحن كبحارة بداية الخروج لرحلات الصيد، أول شيء نشيك نسبة الماء الموجودة في الطراد، نشوف التبريد أيضا الموجود بالطراد، نتأكد من أن هواتف الثرية فيها بطارية أو أنه فيها رصيد موجود، أيضا أجهزة الجي بي اس أو نظام الملاحة هذا اليدوي، نتأكد أن البطارية موجودة وعندك بطارية احتياط في حال لا قدر الله فضت البطارية هذه، أو أنه حد احتاج من عندك بطارية أيضا تقدر تعطيه وتساعده. حاليا بنعبي بترول، ومن المراحل المهمه عند تعبئه البترول او تعبئه الوقود نتاكد ان الوقود ما ينسكب في القارب، لانه في اسلاك كهرباء ماس بسيط او ان البترول يلحق الوايرات هذه فجر الطراد عليك. كذا حادثه صارت لكذا صياد، والسبب الاهمال والاسلاك السايبه ايضا في القارب، فوجب الانتباه. الأسماك مختلفة في أشكالها وألوانها وأحجامها وأماكن وجودها ومواسم اصطيادها، وتختلف طرق صيدها أيضاً. فكيف يستخدم جاسم الشباك للصيد؟ وما الأسماك التي يحصل عليها منه؟ طبعاً نوعية الشباك هذه شباك سطحية، طبعاً تثبت الشباك هذه بثقل اللي احنا نسميها بالمصطلح المحلي باورة أو أنير. نوعية الأسماك اللي تجي في هذه الشباك الضلعة، السينة، الصيمة، الخباط اللي هو صغير الكنعد يعني، البراكودة اللي يسمى محلياً قداد. الموسم هذا الحين في الشتاء، نهاية الشتاء في أسماك السينة أيضاً البرية والعومة تتواجد بكثرة يعني في هذا الموسم في المياه القريبة يعني من الشواطئ. والحمد لله رب العالمين الخيرات كثير، بس اهم شيء يعني نوصل الشباب على المحافظه على البحر البحري، ايضا عدم رمي الاوساخ في البحر، التقيد بسنن البحر ايضا. يعني الصياد جاسم بالبحر وثرواته، يعامله كمخزون مستمر للخيرات، لذلك فهو مهم بالمحافظة على النظام الحيوي البحري. فكيف يمتثل هذا الاهتمام ويطبقه أثناء رحلاته البحرية اليومية؟ في حال أن شلينا الأقفاص حصلنا فيها أسماك صغيرة، بطبيعة الحال بدون فائدة يعني، سواء شليناها ما تنفع للبيع ما تنفع الأكل بسبب صغر حجمها يعني، فبطبيعة الحال لازم نرجعها بحر، وإن شاء الله نصيدها في الأيام القادمة كبيرة إن شاء الله. كميل تقريبا، نحن الحين كميل، شوف
الو، اهلين. ايوه، تفضل. سلامات، كميل عطلان، اعطيني الاحداثي. ايوه، 45 فوق. اوكي، تحت 44. اوكي، قريب من عندي انت، قريب ميلين تقريبا. خلاص، جاينك. اوكي، في احد الاصدقاء اتصل فينا قبل شويه انه المحرك ماله عطلان، فاعطانا الاحداثي ودخلناه داخل الجي بي اس، وان شاء الله راح نشوفه شو مشكلته. التعاون سمة بارزة من سمات المجتمع العماني، فنحن متكاتفون متساندون في البر والبحر والسهل والجبل وفي الشدة والرخاء، ولأن المخاطر والمشكلات تحدث في كل وقت ومكان، علينا أن نكون على أهبة الاستعداد دوماً. سلامات. ما شاء الله، من متى عطلان؟ عطلان من ساعة ونص. ما شاء الله، هذا المفروض انكم قبل لا تطلعوا البحر، المفروض انكم تصينوا المحرك، تشوفوا المحرك، يمكن شمعة الاحتراق، يمكن البترول. اوكي، البترول فيه موجود، بترول. خلاص، امورك طيبة. كان البلك هذا طاش ولازم تسوي له تيب، هذا وتعدله شوي، تروح تعدله. خلاص، غطي الماكينة. انتبه على نفسك، في اي شيء ولا هذا اتصل فينا. ان شاء الله. تمام، ان شاء الله اخي، مع السلامة. مع السلامة. طبعا بعد ما شفنا الشباك وحصلنا نصيبنا بالشباك وبالاقفاص ايضا، الحين متوجهين ان شاء الله لصيد اسماك الجيذر او مسماها العلمي التونه. قبل لا نروح نصيد التونه، نصيد الطعم الحي المسمى محليا بالميول او الصيمه. طبعا اليه صيد او ابقاء الاسماك هذه حيه بنظام المحلج. ماء البحر دائما يتبدل عن طريق الماطور، عن طريق فتحات تهوية الماي، ونصيد هذه الأسماك طبعا الحية، وبعدها نتجه إن شاء الله للصيد الجيذر. الصبر والحكمة دروس يقدمها البحر للصيادين، فكثير من الأحيان يبحرون لمسافات طويلة في صعبة، آملين بصيد وفير، إلا أنهم يعودون خالي الرفاض، وكل يوم له رزقه وكل وقت لها قدرها. خلاص، الحين رجعنا من الموقع اللي فيه الجيذر وما توفقنا اليوم بصيد الجيذر، يمكن البحر أو شيء كذا، والحين ان شاء الله متوجهين لمرسى. في دربنا مرينا على في موقع ماك التونه اللي هي السهوه، فايضا بعد ما توفقنا ما حصلنا. مثل ما يقول راعي البحر، كل يوم برزقها وكل يوم بصيده، وان شاء الله الحين راجعين للميناء، ميناء الصيد البحري. تغيب شمس يومنا هذا مودعة الشواطئ والأمواج
وكل صيادي عمان. ويعود جاسم إلى الميناء بعد إبحار زاخر بالتفاصيل المثيرة ليحكي قصة البحر والبحار للأجيال القادمة كي يكملوا فصول حكايتها من بعده.